احتجاجا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي والغلاء الجنوني في أسعار السلع وارتفاع سعر صرف الدولار، أقدم محتجون على قطع أوتوستراد بيروت صيدا بالإطارات المشتعلة ما تسبب بازدحام مروري في المنطقة. وقد حمل عدد من اللبنانيين في مقابلات خاصة مع أخبار الآن على السياسيين لاعتبارهم مسؤولين عن حجم الفساد الذي حل بالبلد، مطالبين بمحاسبتهم. أي وضع هذا؟ بعد فيها وضع؟ خلوا فيها وضع، خلوا فيها وضع، الله لا يوفقنا الزهران. لا كهرباء ولا ماء ولا مصاري، وكل ب 10,000، وشو بدنا ناكل بعد؟ شو بدنا نطعمونا؟ هواء بعد ما بعرف في الهواء بعد وملوث، هواء وملوث، شو بدنا ناكل بعد؟ يروحوا بقى ينضبوا ببيوتهم. هي أول شيء نحن حملنا الغليان، حملنا قصة الدولار. صارت الخضرة اللبنانية غلوها على العالم، عرفت كيف؟ الكهرباء مثل ما شوفت عينك مقطوع الكهرباء، بطل فينا نحط أكلاتنا بالبراد، يعني هلا قاعدين بلا شغل والعالم إذا بتحط أكلاتها بالبراد عم تنتزع. عنا أولاد، لا عم تقدر تجيب للولد حفاض، لا عم تقدر تجيب له حليب، لا عم نقدر نعمل أي شيء، صارت عيشة مزلة هلا. العالم بتقول ليش مسكرين الطريق؟ ما نحن إذا ما تكتفنا مع بعض كلياتنا ما بيمشي الحال. إذا ما تكتفنا كلنا مع بعض وقمنا عليهم وشلناهم من السلطة ما بيمشي الحال. هيدي السلطة كلياتها ما بقى ناجحة خلص. كان في زلمة منيح بهالدنيا وقتلوه الله يرحمه، هو الشهيد رفيق الحريري، خي أنا ابن الضحية وعم بقولها علنا. هيدا الزلمة اللي منيح كان، هيدا زبط من بعضه يا خي، ما حدا عمل شيء. مش قالوا سرق؟ يا خي سرق بس زبط للفقرة، كان يساعد الفقرة يا خي، من بعضه ما في حدا. من بعد ما الزلمة استشهد يا خي ما شفنا حدا عمل منيح من بعضه. يا خي سرقوا بس طعمونا.